لأي درجة يستطيع أن يقضي الإنسان حياته في حروب، حروب من أجل الرزق، من أجل إثبات الذات، حروب من أجل المال والشهرة. كيف يهرب الإنسان من كل تلك الحروب ليحيا مع نفسه في سلام؟ سندريلا حاولت، لكن ترى ماذا فعلت بطلتي في رحلة البحث عن ذاتها؟ سأبحث عن إجابة لذلك داخل شخصية سندريلا الليلة. أهلاً 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 بالنجمة الجميلة منى حسين. For tonight, my Cinderella for tonight. أهلاً صالح. أنت خايفة؟ يعني ما يبين عليك. ليش؟ زين حياتك على البوفيه. أوكي. حياك الله. الله يحييك. النجمة الجميلة منى حسين حياك الله معنا في سندريلا. الله يحييك. أول شيء أنا وايد أعزك وجداً أحترمك وسعيد جداً في أنك موجودة معنا اليوم في هذه الليلة. وإن شاء الله ناس كلها تستمتع ويانا. وشنو هاللوك الجميل؟ من وين استوحيتي؟ والله يعني ما إيش أقول لك. أول شيء أنا يعني أول مرة ألبس بنفسجي. نجوى الفضلي لبستني اليوم مصممة الأزياء. صحيح. اختارت لي هاللون. نعم. وصالون بوفارديا اهتم في شعرك طبعا وفي الميك اب. مينا وفاطمه عمر تحياتنا لهم ومصممه الازياء المميزه نجوى. نجوى الفضلي استوحت لك روح سندريلا ولكن انت حبيتي تطلعين. حبيت تغير الوان بعد. انت اول ضيفه تلبس بنفسجي واخر ضيفه ان شاء الله. انت تحبين اللون البنفسجي؟ حبيته. يعني توش تحبينه؟ توني احب. نعم. احنا بعد خلاص الحين يعني مقبلين على سنة 2021. منى حسين اسمك حلو في عالم الفن بس في وايد حسين يعني وايد فنانات يعني يحملون اسم حسين. ما فكرت تغيرين اسمك؟ لا بالعكس اسم شهرة. صحيح. تمنيتي في يوم من الأيام تكوني سندريلا؟ سندريلا من أي جهة؟ لما كانت خدامة ولا لما صارت أميرة؟ أول شيء احترامنا طبعا لكل الوظائف. لا هي سندريلا كلها يعني تسحرج هذه القصة. وايد بنات يحلمون بقصة سندريلا وتنتظر ذاك الأمير اللي يأخذها وينتشلها في أي مكان هي كانت فيه. لا تحزن أنت أبداً ما في وجه شبه بينك وبين سندريلا أبداً. إنزين بما أن حضرتك فنانة مصرية ولكنك محسوبة على الكويت. الفن الكويتي تتوقعين أو شيء منو هي سندريلا الشاشة العربية؟ سعاد حسني. هي أشواه. شنو أشواه؟ يعني أش دعوة؟ حتى تفكرتي. لا ليش أطلقوا عليها من وجهة نظرك هذا اللغب؟ ما أدري بس يعني يمكن روحها ما أدري صراحة ما أقدر أجاوب. هل تشوفين في أحد غير سعاد حسني الله يرحمها يعني لايق عليه يكون سندريلا؟ لا. إنزين منو شايفتها؟ كل الألقاب تلوق على سعاد حسني. محبة جدا لسعاد حسني؟ جدا. الله يرحمها. الله يرحمها. والفنانة أيضا الخليجية منو هي سندريلا الشاشة الخليجية؟ ما أدري في فنانة خليجية اسمها سندريلا؟ إيه. منو؟ راح يغمى عليك. أوف. سعاد عبد الله. أو نعم. لا. أم طلال. أم طلال لا. لقبها سندريلا الشاشة الخليجية بس هي ما تحبه. إيه بعد هي ما تحبه أكيد أنا ما راح أحبه. يعني ما تفضله يعني تحب إنه ينقال فقط سعاد عبد الله. إذا تشوفين هل هناك فرق بين سندريلا المصرية والخليجية؟ لا. بس الفن في مصر غير الخليج. بس اثنينهم فن ناجح. إنزين شنو اللي يميز الفن المصري عن الخليجي أو هذا الكويتي؟ هذا جو هذا جو. منو أقوى؟ انتشاراً أكثر الفن المصري. ما فكرتي تكونين في الدراما فكرت المصرية؟ بس ما صار نصيب. كان المفروض يكون مع منو؟ كان في عمل من 4 سنين كان مع غادة عبد الرازق بس كنت مرتبطة هني بالكويت وما قدرت أروح أصور. مع غادة عبد الرازق. أي. اي مسلسل اسمه يعني لا ما اذكر اسمه بس من 4 سنين كان لان انا قبلها بسنه اشتغلت بعمل مع مصطفى شعبان اسمه اللهم اني صائم. صحيح. ضيفه شرف 5 حلقات. أيه؟ ومن هني بلشت ارتشيحي الاعمال المصريه ثانيه باللغه المصريه. يعني انا ماني متاكد اللهم اني صائم اللي فيه ميساء مغربي. لا 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 ما في. لا مو هذا العمل. منو كانت البطله؟ مجموعة أبطال. لا ما كان في بطلة معينة مع مصطفى شعبان. توني لما قلت لك اسم غادة عبد الرازق حسيت إنها هي عادية بالنسبة لك. هي وايد قوية بالنسبة لي أصلاً. آه. بس أنا الناس القوية بالنسبة لي ردة فعلي عادية.
تعتبرين العمل معاها حلم؟ طبعا. والحلم الأكبر بالنسبة لك في عالم الفن إنك تشتغلين مع منو؟ كل الناس. ما عندي حدود لأحلامي. بوكيهات يقدم لك هذه الباقة الناعمة. شكرا حق بوكيهات، وأيضا دولتشي بار هم يقدم لك شوكولات، وهذا طبعا شيء وايد بسيط وايد لذيذ. يا منى بالعافية. بالعافية عليك. الله يعافيك. شوفي، من مقولات شخصيات ديزني إن استطعت أن تحلم به فيمكنك تحقيقه. حلو. والت ديزني مقتنع بهذه المقولة؟ يس. شنو الحلم اللي حلمتي وحققتي؟ تمثيل. والحلم اللي للحين قاعد تحلمين فيه وما حققتي؟ وايد أحلم. وأنت صغيرة شنو كان حلمك إنك تصيرين لما تكبرين؟ إني أكون مطربة، بس صوتي مو حلو. والله. متأكدة؟ والله العظيم. بس كان حلمك إنك تكونين مغنية يعني؟ أي، كنت أبي أصير مطربة مشهورة وكذي. وأكثر حلم دائماً يراودك يعني دائماً تحلمين فيه وللحين ما صار؟ والله وايد أحلام، بس أكثر حلم شنو؟ ما أدري، بس لا وايد وايد. حققتي أحلامك بنسبة كم بالمية؟ 40. يعني باقي العمر إن شاء الله. زين بعرف شنو تبي تسوين؟ وايد أشياء، وايد أشياء، وايد أحلام، وايد ناس أبي أشتغل معاها، وايد أدوار أبي أسويها، وايد أفكار للحين ما قاعد أخطط لها ما تنفذت للحين. شنو اللي قاعد يوقف في طريق أحلامك؟ مو قاعد يوقف، قاعد يتأخر. ما أقدر أقول إنه قاعد يوقف، قاعد يتأخر. تأخير شنو؟ وايد ظروف. ولا لأنك كسلانة؟ أنا بطيئة مو كسلانة. مزاجية جدا. إيه، هذا يأثر على ال بس بشغلي. لا، أحب الفنان شغلي. أحب شغلي. ها رديت عليك، أحب شغلي ترى، مزاجية برا الشغل. إنزين، بس حب العمل يخليك مفروض تشتغلين وايد. ترى شوف، يعني هذا السؤال أنا أدري أنت ليش سأله، لأن أنا قبل سنوات، أول سنوات العمل كنت جدا مزاجية، وتكلمنا بالموضوع من قبل. بس خلاص يعني وصلت لمرحلة لا، شغلي هو أهم من مزاجيتي، فتغيرت. مزاجيتك خسرتك ناس؟ خسرتني أعمال، خسرتني طموحات، خسرتني مكان كان مفروض أكون فيه تأخرت. بس شنو هو المكان اللي المفروض يعني تكون فيه؟ يعني أعلم اللي أنا فيه الحين، الليفل بالعمل. أنت تعدين يعني نفسك؟ يعني ناس تفوقت علي بسبب مزاجيتي، مو بسبب أن أهم ناجحين. صحيح. تعتبرين نفسك الحين نجمة أي صف؟ ما في صفوف في الفن الخليجي. ما عندنا صفوف؟ عندنا، بس يعني أنا ما أعتبر نفسي ضمن الصفوف يعني. زين، أنت منو جيلك من الفنانات؟ وايد 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 وايد، ما أقدر. لا يعني أبي أعرف يعني. يعني ما طلعنا مع بعض؟ إيه، منو جيلك يعني إذا مو منحس؟ أنا 2011 يعني وايد أسماء طلعت. ليلى عبدالله كان أيامها يعني ما كانوا بنفس الليفل الحين. منو كان؟ لا 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 لا، بس ما أدري، بس إنه في وايد أسماء ما أذكرهم يعني. أنت مو جيل لمياء طارق؟ لا، لمياء قبلي بوايد. قبلتش انتي طلعتي ب 2011 مع ليلى عبد الله ومع اسامي كانت موجوده. اي، بس ما اذكر وايد، لان في اسامي اوريدي كانت موجوده بس ما كانت نجوم، صاروا بعدين نجوم بس ما يعتبرون من جيلي، كانوا قبلي يعني. نحن برعاية أسنان تاور، أكبر مركز أسنان في الشرق الأوسط. يقدمونك أسنان تاور هدية إنك تسوين أسنانك أو هوليوود سمايل، بس أنتي معاهم أصلاً. مسوية أسناني لو أقول لك. بس أنتي مو هوليوود سمايل. لا لا، مو هوليوود. ما يرضون أصلاً. طبيعية. أي الحمد لله. منو اللي ما يرضى؟ ما دكتور عيسى العيسى ما يرضى إني أنا أسوي أسناني. أوكي، تحياتنا للدكتور عيسى العيسى اللي مقدم لك همن هذا العسل، ترى هو مسويه. أدري. إيه، بي أورجانيك. عشان قلت لك أبي. إيه، كل أنواع العسل ويوصلش دائما للبيت في أي حزة. أنتي تبين غير العسل؟ وايد هذا وايد قوي المناعة ترى. نعم، أحس والدتك تحب العسل صح؟ كل البيت يحب العسل. بس والدتك مو بالكويت. لا، مو بالكويت الحين، مو بالكويت. كانت بالكويت. إيه الحين عشان كورونا وشي ما قدرت تجي يعني. آه، يعني هي عايشة بالكويت كانت. أيه، عيشة طبعا كاملة. أيه. الله يحفظها إن شاء الله. شو اسمها؟ عفواً؟ أنا دائماً ما أسأل فنانات عن أسامي أمهاتهم. اسمها أمي. الله يحفظها. ماما ماما إيه؟ ماما ماما. تخافين من السحر؟ السحر مذكور بالقرآن. تخافين أحد يعرف اسم والدتك؟ لا، ما أخاف.
بس يعني شيء شخصي يعني. ولا نعيب؟ لأنها أمي. الله يحفظها. الله يسلمك. الله يحفظها. كم أخو أخت؟ ما عندي. وحيدة؟ يس. صدق؟ كافي. أول مرة أعرف المعلومة. زين. أنا سندريلا لازم أكون بروحي. بس سندريلا ما عندها خوات. عندها كانت خوات شريرات. صح. مو خواتها. مو خواتها. إي. أنت ما عندك حتى أخوان أو خوات من الوالد أو الوالدة؟ بلا نفس سندريلا من الوالد. الله يحفظهم. الله يسلمك. نعم. ايضا نشكر نقصة، نقصة مقدم لك نقصة من اشهر اماكن الحلويات عندنا بالكويت، راح يعجبك ان شاء الله. ان شاء الله. راح نتخيل مع بعض يا منى ان ندخل دام فضلك الى عالم ديزني، او انت دخلتي الى عالم ديزني كممثلة وتم اختيارك عشان تجسدين شخصية من الشخصيات اللي موجودة في عالم ديزني. تتوقعين منو هي الشخصية الاقرب لك، او انت تحبين ان انت تكونين هذه الشخصية؟ ما ادري يعني، عطني اختيارات. لا انت من عالم ديزني تشوفين نفسك مثلا؟ ما طالع ديزني. يعني مثل سنو وايت، أليس، ساحرة الشريرة. ايه ساحرة الشريرة، اوكي ابيها. اللي في سنو وايت؟ ايه اي شيء شرير ابي. لا احنا كل ضيفة او فنانة. هذه بلا اللي تلبس اسود شيء طويل. ايه زوجة. ايه وشي شكلها مو حلو؟ لا هم حلوين. نظرة الشريرة ترى دائما الشريرات اصلا يكونون جميلات. صد؟ يعني نفسي شي؟ إيه يعني أنت شريرة؟ يس. تعترفين؟ إيه. شلون شريرة؟ أنا شريرة. شنو أكثر شيء شرير سويتي في حياتك؟ أني قاعدة معاك الحين أنا شريرة. بالعكس. لا 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 مو قصدي. أكثر شيء بحياتي سويته شريرة؟ ما راح أقول. يفشل؟ محرج؟ يعني. أذيتي في أحد؟ لا لا ما أذيت أحد. بس يفشل يعني. زعلت امي وايد زعلتها. نعم احنا اخترنا لك هالشخصيه من عالم ديزني، لا وخليناها بعد يعني ان الكرتون المدبلج بالمصري. خلينا نشوف تعرفين الشخصيه ولا لا. لندن شايب على طعم بعد اللي شفناه هنا. هتوحشيني قوي يا جي. هتوحشيني قوي. انا عارفه انا جايه. هي دي اللي اخترناها ليكي. دي مين دي؟ خليني اشوف وياك. تفضل. ما عرفتيها؟ لا. ما عرفتي الكرتون هذا؟ انا ما طالع ولد ديزني. هذا طرزان. اوكي هذه منو؟ يعني اللي بتتزوج طرزان. اوكي شلون شخصيتها؟ الحين راح اشرح لك. هذه الشخصيه اللي اخترناها لمنى اللي هي شخصيه. صدق تشابهني شوف. اي احنا دائما نحاول ان تكون الملامح قريبه او صفات الشخصيه في العمل تكون قريبه. طبعا الناس قاعد يشوفونها مع بعض. هي شخصية جين اللي هي يعني اللي يحبها طرزان في كرتون طرزان. طبعا تعرفين قصة طرزان ولا لا؟ مو وايد انت لانك ما تتابعين وايد عالم ديزني. اسمه الحقيقي هو جون كلايتون وهو ابن احد النبلاء البريطانيين. اهله ماتوا بحادث غرق سفينة واللي ربته يعني الحيوانات الله يعزك. قرد ضخم بالغابة يعني. في الغابة تربى في الغابة من قبل قرد أو قردة ضخمة. المهم طرزان بعد ما كبر وقع في حب فتاة أمريكية اسمها جين. أوكي. وعندما تغادر جين الجزيرة يقوم طرزان بالبحث عنها وينتهي البحث بنهاية سعيدة وبعدين يتزوجون ويعيشون لفترة في لندن بعدين يردون مرة ثانية أنهم يعيشون في عالم الطبيعة أو الغابة. وهذه الرواية الأصلية لطرزان. هذه القصة حلوة. أنت ممكن تتخلين عن وايد أشياء في حياتك من أجل الرجل أو الزوج؟ من أجل الحب. أوكي تتخلين عن فنك؟ لا مو أتخلى عن فني يعني إذا عرقل الحياة ممكن أوخر. انت سويتيها مره انت ابتعدتي فتره. اي بس مو عشان الحب. اي عشان شنو؟ لا كان في مشاكل يعني. كم سنه ابتعدتي؟ 6 اشهر او لا يعني تقريبا سكرت السنه موسم يعني. ليش على بالنا النوايد؟ والله لان الناس صارت سنه ورا سنه يتداولون هالشيء وصار في اخبار ان انا ما رجعت وانا كنت راجعه وقاعد اصور وناس مستغربه شلون يعني شنو يعني في ناس تستقيل وترجع. شنو يعني اني اعتزل وارجع؟ يعني كان وايد صعب عندهم
بس بعدين تقبلوا الوضع ومشى. بس دار وايد كلام ان انا قعدت سنين. لا ما قعدت سنين. قابلتي طرزدار بحياتك؟ كذي رجل شهم. وليش ما صار نصيب او زواج؟ الله ما كتب. نعم. وزعلانه؟ لا. متضايقه؟ في طرزان ثاني اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. اي طرزان ثاني. طبعا جن حبت طرزان وما كانت تدري انه هو ابن نبيل. أكيد. يعني هي شافت يعني رجل فقير يعني عايش في الغابه ما يملك شيء. بكل صراحه يهمك اصل فصل هيئه ومستوى الرجل اللي راح تبنين معاه حياتك؟ شوف انا ما راح الف وادور وايد بس العين تحب تشوف شيء حلو. زين لما تختار شخص يشاركك حياتك يهمك انها شخص يكون مو سالفه اصله وفصل كل الناس ونعم فيها. بس يعني يهمك التربيه عشان تعرف شلون يعني يتعامل معاك شلون يعيش معاك اذا بتتزوجون تبون عيال شلون بيربي الجيل القادم. هذه اشياء مهمه. يعني كذاب اللي يقولك لا ما يهمني لا مهمه. شنو مواصفات الرجل الزينه من وجهه نظرك؟ انه يكون رجل يعني رجل بكلمته في افعاله في تصرفاته صارم في كل شيء. يعني هذه وجهه نظري. سي السيد؟ مو شرط سي السيد. في ناس وايد يعني عندها مبدا الرجوله وعندها تصرفات الرجوله وكلام كرجل لكن سلس بتعامله يعني مو متسلط. نعم. في فرق كبير بين الانسان الرجل والمتسلط. صحيح. تشوفين الرجل خائن؟ اي طبعا طبيعي. يعني هذا مو سؤال هذا هذه اجابه. اي تشوفين هذه الصفه؟ طبعا صفه موجوده في كل رجل تقريبا. وشلون ممكن انك انت تثقين اذا انت قاعد تشوفين؟ مو لازم اثق. انت ما تثقين بالرجال؟ ما اثق بحد. لا وكلش كلش لا احد. بس بامي وبنفسك؟ اي طبعا اكيد. والهم نفسك تخونك خانتك نفسك؟ لا 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 ما تخونني نفسي. ساعات شي يعني تلعب معي لعبه دنيه بس ترجع ارجعها بسرعه. ترجع طبيعيه حيل. جن هي فتاه امريكيه. فكرتي في يوم من الايام تحصلين على جنسيه امريكيه او اجنبيه؟ ما فكرت بيوم من الايام اني اغير جنسيتي لاي سبب إن كان. يعني ما هي على بالي. ممكن توافقين انك تتنازلين عن الجنسيه المصريه مقابل الكويتيه؟ ما ادري شنو ممكن تصير الظروف. يعني ما اقدر اجاوبك الحين لانه يمكن اليوم اقول لك لا باكر يصير اي ويمكن اقول لك الحين لا اي وباكر يصير لا ما تدري. نعم. الحين جين حاولت تاخذ طرزان لحياة المدينة لكن هو رجعها مرة ثانية حق حياة الغابة أو الحياة الطبيعية. ما تشوفين أن حياة المدينة فيها نفاق وايد وازدواجية ووايد أشياء سيئة؟ بلى. بس شو المشكلة؟ يعني هذا مجتمع أنت لازم تتعايش معه. أنا ما عندي مشكلة أني أعيش بين ناس منافقة أو ناس تكذب أو دام أن أنا مو ضارة أحد احاول قدر المستطاع اني اوخر عن ضرر الناس. بس شلون تقدرين تتحملين هالنوعيه من الشخصيات؟ عندي قدره اني اتحمل. واجهتي؟ اي. الوسط الفني كذي؟ في نفاق في. وحكي بالظهر في مو الكل في. كم النسبه؟ 50. نسبه عاليه. نص. انت تعانين من غيره الفتيات او الفنانات ولا الفنانين؟ يعني من الحريم ولا الريايل؟ المشكله مو غيره فنيه اغلبها. يعني لو مثلا اواجه غيره فنيه التمس لها العذر. ايه. لكن ساعات اواجه غيره غير فنيه. غيره شنو؟ غيره من اشياء تافهه يعني. مثل شنو تغارني؟ يعني مثلا ود الناس. ليش يحبونها اكثر مني؟ زين يعني انا تعاملي مع الناس مختلف عن تعاملك مع الناس. صحيح. يعني يمكن انت متكبره انا يمكن عادي. في اشياء تقرب الناس من بعض. عرفت ليش عندها صداقات؟ يعني انت كذي شخصيتك مو ذنبي فتغارين من اشياء تافهه. ليش؟ صحيح. فهذه الفئه موجوده عندنا بالفن للاسف. في عنصريه بالفن؟ في عنصريه بالفن. يقولون مثلا منى حسين ليش تاخذ هالادوار وهي مثلا مو كويتيه؟ تسمعين هذا الكلام؟ في شلون تواجهينه؟ عادي ما واجهه خليهم.
إنزين أنت من أي منطقة في مصر؟ أصلك من وين؟ صعيدي. صعيدية؟ أصلي صعيدي بس علينا خلاص سكان القاهرة. لا والنعم بالصعيد شهامة وقوة. من سوهاج. من سوهاج صحيح؟ وزايرة الصعيد؟ أبدا ولا عمري. ولا لابسة لبس صعيدي؟ لا ما صارت. هو في الصعيد في عندهم أكل غير عن الأكل يعني عندهم عادات مختلفة صح؟ أكيد كل مدينة فيها عادات وتقاليد مختلفة صح؟ يعني أنت صعيدية من سوهاج؟ يس صحيح والنعم أصولي يعني. إيه والنعم فيك. نعم بحالك. في هدية بسيطة من شو من الصعيد؟ لا من الصعيد راح نجيب شنو ممكن نجيب من الصعيد؟ وايد أشياء والله من الصعيد. شنو والله شكلك ما تعرفين تعرفين كلمة صعيدي؟ أنا ما خلنا أتكلم مصري عدل أو دير أتكلم صعيدي. لا لا الله يحفظك. أنت الوالد والوالدة صعيدين؟ صعيدين إيه. يقولون صعيدين ولا صعايدة؟ ما أدري صعايدة. صعايدة يمكن ريايل صح؟ والله ما أدري من الصعيد. أوكي نعم والنعم اختصرها. والنعم ناس طيبة لأن الصعايدة أعتقد أنه في شبه بعادات الخليج تقريبا لأن في عادات وتقاليد وفي أعراف وأشياء وايد. صح. Magical Little Things هو مكان خاص بعالم ديزني حبوا يهدونك هذه الهدية البسيطة تحطينها عندك في البيت. Someday you will be a real boy. طبعا هي أكيد مو قصدهم عنك تكونين a real girl. يس فتاة حقيقية أو وومن. عطوك هذه بينوكيو وايد حلوة. ثانك يو صاحب الأنف الطويل. ثانك يو ثانك يو كيوت وايد. شكرا حبيتها. الحياة ما هي فقط خيال ديزني ولا عالم ديزني الجميل ولكن هناك واقع مختلف مخيف ومتلون. تشوفين الواقع كذي؟ يس. شو اللي يزعلك أو يبكيك منى؟ الكذب. الحقد. شنو أكثر كذبة عشتيها بحياتك؟ يا وايد. صداقات عشت معاهم سنين وعمر وكنت أعتبرهم أكثر من خواتي وبيوم وليلة اكتشفت أن كل هذا كان ولا شيء. وهم ليش كانوا مرافقينك؟ يمكن كانوا صدق حزتها يحبوني والظروف غيرتهم. ما أبي أظلم. الصداقات أو أغلب صداقاتك اللي قاعد تتكلم عنها من الوسط الفني ولا خارجه؟ لا اللي قاعد أتكلم عنه بالوقت الحالي الحين من الوسط الفني. منو أكثر فنانة قريبة منك حالياً أو مشهورة تعتبر أنها صديقة هي الأقرب؟ ما عندي ولا واحدة. كلهم صديقاتي أعزهم وأحبهم بس كلوز ما في. واللي خانوك أو كذبوا عليك؟ مو خيانة بس أن أي يعني اكتشفت أن الصداقة اللي كانت بيننا يعني مزيفة إنها إنها تنتهي بيوم وليلة. هذا يعني ما أدري شنو أعتبره يعني. نعم سندريلا كانت تعيش مع زوجة أب شريرة ومع خوات يعني كانت هي تعتبرهم خواتها ولكن هم ابدا ما كانوا يعتبرونها اخت. بالنسبه لهم كلهم حقد وغيره ومشاكل وما كانوا يبون لها الخير ابدا. اغلب الناس اللي حولك ما يتمنون حق منى الخير؟ لا اغلب الناس اللي حولي بالوقت الحالي يتمنون الخير الحمد لله. الحمد لله. بس انت دائما لما تقولين ان في كان عندك علاقات مزيفه مو اللوم عليك انت؟ لا ليش؟ اختياراتك. شوف الصداقة اختيارك الصديق أو الصديقة ما يصير ما تختار. أنت شخص تتعرف عليه تصير سوالف يصير مثلاً مواقف يصير صديقك يعني دام أن أنتوا أثنينكم في شفافية بينكم ما في مصلحة مشتركة ليش لا أنه ما يكون صديقي. بس بعدين البعض مو الكل طبعاً بعدين تكتشف أنه لا صح الصديق لازم تختاره بدقة وتفكر قبل تختاره. صدق البنت في الوسط الفني لازم تقدم تضحيات عشان تستمر وتنجح وتنجم؟ كلام فاضي هذا وايد كلام فاضي. عندك مصدر ثاني للدخل غير لا الفن؟ لا انت معتمدة يعني تماماً على الفن. كانت لك مشاركة بسينمائيات ايه؟ 2020 سعيدة؟ والله شوف مستانسة. شوف سينمائيات شيء لايت ايه خفيف عدة حلو إيه بس ردود الفعل كانت
سيئة جدا على العمل. ناس أذواق، في ناس عجبها في ناس لا. لا هو الأغلبية. إي بس في أقلية عجبها. فأنتوا كنتوا قاعد توجهون للأقلية. أنا أحب الأقلية. دولتشي بار يقدم لك شوكليت هذا اللذيذ ويايب لك مثل هدا عنده حركة هو تليفونك وياك. إي تليفونك فيه أسرار. شلون يعني أسرار؟ ما فهمت. تحسين إن شيء تليفونك فيه وايد أشياء خاصة. إيه إيه. يعني تخافين أحد يأخذ تليفونك أو يبوك تليفونك. إيه لا تكفل لا. باق أكاونتك مرة بالإنستغرام أو بالسناب. بالسناب بالسناب وتويتر. شوفي هذا هم مسوين حركة هداء للفنانة منى حسين إنك تحطين الباركود تطلع لك أغنية مفضلة بالنسبة لك حطي الباركود من خلال التليفون وهذه كذي قفت مقدمة من دولتشي بار حقك. ها يوتيوب. شنو الاغنيه؟ واي هاو لونج. من اغانيي المفضله ليونيل ريتشي. شنو معناها؟ اقول الصج شنو تذكرك؟ بس وقفي. شنو تذكرك؟ ها؟ شنو تذكرك؟ شلون شنو تذكرني؟ الحين مسمعين الاغنيه شنو تذكرين؟ هي اهداء يعني فبس اهداء من قبل احدهم؟ اوكي مستحيه وايد شنو تنخطبين؟ ان شاء الله قريب؟ ممكن ليش لا؟ اكيد ليش لا طبعا. عطورات دخان سبونسر معانا من خلال سندريلا بصراحه مجربتهم ولا لا؟ اي هذول ملوت الدكتوره خلود. تحبين الفاشينيستات وعالم السوشيال ميديا ولا لا؟ احب الناس الناجحه. هم ناجحين؟ اي زين اي واحد تبين منهم بما انك مجربتهم ولا اختار انا؟ لا ما اتذكرهم عدل. في عندها ليل وكحل وتب. اي كنا كحل يازلي. صج؟ بس بقول لك الصج انه في ضيفه ماخذه كحل اللي من هني. اوكي مو مشكله عادي. ايش فيك تفاجئتي هذا؟ ابي شيء على ذوقك. هذا حلو انا احبه 1370 دام فضلك. عادي قولي الصج اذا مو ستايلك. وانا احب هذا بعد. بلا ستايلي. انا احب هذا بعد. وين قعدت؟ انعطرك ونبخرك يوم عرسك. لا انا ما احب كذي. اوكي انت تحبين الاعراس صح؟ ما حبيتي هذا انا احب هذا فنتج. هو اذواق. هي اذواق لانه ثقيل. انا ما احب العطورات الوايد ثقيله. زين تشوفين في ممثلات لهجاتهم الكويتيه مو مضبوطه؟ اي انزين منو اللي تقولي لها؟ مو شرط مصريه عشان بس لا حد يزعل. أي. لا حتى من جناسي اخرى. احنا نبيك تقولي لنا اسم انه منو اللي لهجتها تحسين ادائها حلو شغلها حلو بس اللهجه يعني لك عليها شوي. تبيها لهجة كويتية ولا خليجية؟ نقول كويتية وخليجية. أوكي شوف هدى صلاح من أعز صديقاتي. إنزين بالفن يعني تمثيلها رائع. إيه. لكن أنا دائما أقول لها تعبي شوي على اللكنة. أوكي. أو اللهجة الخليجية بالذات لأن هذا مجالك هذا شغلك أنت قاعد تمثلين بالخليج. إيه. مو شرط ان انا اكون متقنه 100% اللهجه بس ممكن اتدرب اتعلم مو غلط. ومن بالكويت انت هتلف وترجع؟ من الكويت منو؟ لا ما اذكر. لا جد والله ما اذكر وودي اذكر عشان اقول لك اريحك يعني بس ما اذكر يعني. بس تشوفين ان اللي مو كويتيات قاعد يتقنون يعني هبه الدري لمياء طارق منو بعد؟
فنانة الكبيرة اسمها توفيق طبعا. انت قاعد تتكلم عن فنانات مصريات تحديدا، ترى الوسط الفني اغلبها مصريات، بس في مو مصريات. انت ايش فيك واقف عند المصريات؟ لان حضرتك مصرية واحد سوت يعني. رغم اثنين ما في، انتوا الاكثر، انتوا الاكثر حتى بالكويت. انزين انت قاعد تتكلم بشكل عام عن فنانات، منو في غير مصريات؟ منو في بعد؟ انت قاعد تتكلم عن فنانات غير كويتيات من الوسط الفني. لا بس انا قاعد احدد الحين مصريات. انزين ليش محدد المصريات؟ في لبنانيات واحدة بس، ليلى عبد الله، ما تذكرنا في واحدة ثانية. أوكي. تشوفين العنوسة في الحياة الصجية شبح يؤرق، ممكن يؤرقش ويؤرق الفتيات أو البنات؟ الحين لا، قبل إيه، بس لا الحين ما في شيء اسمه عنوسة. ما في شيء اسمه اختيار، في شيء اسمه دقة في الاختيار. في ناس صارت لها تجارب زواج وفشلت. لا هاي ما يقولوا لها عانس، يقولوا لها مطلقة. بس المرأة لما تعدي عمر معين وما تكون متزوجة يقولون عنها عانس. أوكي، شنو معنى عانس؟ إن هي تأخرت بالزواج؟ إن ما تزوجت أو ما في ريال خذاها. هو مهم إن الريال اللي يتزوجها؟ هو أنتوا يعني هو الريال هو اللي يكون المرأة يخليها آدمية؟ هذا أنتوا النساء تسوون كذي. لا لا، هذا فكر قديم. ما تشوف إنه وايد خاطئ؟ ما تشوف إنه وايد قديم وخاطئ؟ يعني لا، حين الأنثى بكل مجالات ناجحة، حتى بالحياة الزوجية في وايد حريم ناجحين من غير رجل. زين في رأي عنك بس أخاف تزعلين. الله، يلا قول. وقايلتها واحدة. إيه يقول. قايل أنا منى حسين موهبتها محدودة وما قدمت شيء فارق، وفقط لديها قبول جيد على الشاشة. وأنا أول شيء أبي أقول لك إن إيش رأيك بهذا الكلام؟ ما علي، اسمها مرة ثانية. منى حسين موهبتها محدودة وما قدمت شيء فارق، فقط لديها قبول جيد على الشاشة. هكذا محترم يعني اللي مقيول. وجهة نظر. أي وجهة نظر محترمة يعني. وجهة نظر. هي مو شايفتني إن أنا متغيرة أو شيء. اللي هي منو اللي قايلة؟ عدوتك اللدودة. الله، عندي عدوة. منو عدوتك اللدودة؟ منو؟ أنتي قولي لي. ما أدري. عدوتي ويعني قايلة كلام طيب عني؟ لا هي هو نص منتقدة. نص. إيه هي تقول موهبتك محدودة. بس نقد. يعني محترم. اي وما قدمتي شيء على الشاشه، انت بس عندك قبول. انزين عدوتي مقدمه شيء على الشاشه؟ والله خاف قاعده بالبيت. بس ما اعرف منه. لا انا تحفظ. انزين اول حرف انا اكمل لك. احنا مو مسابقه. ها. لا احنا نتحفظ. تحفظ خلاص. بس انا اتوقع ان هي قاعده بالبيت، خلت تشتغل وبعدين نتفاهم. اوكي اللي هي منو؟ عدوتي. في هدايا بسيطة مقدمة يعني بصراحة ثانك يو، وايد وايد هدايا اليوم ما شاء الله. لا عفو عليك، هذا قليل. يعني لو عيد ميلادي مو شي هدايا يا لا، هذا قليل في حقك. دكتورة شهندة رضوان من أشهر خبيرات ودكتور يعني دكتورة التجميل في الكويت، تقدم لك هدية انك تزورينها وتسوين كل اللي انت تبينه. تشرفني ان شاء الله. تحبين التجميل؟ انا احس ان انت مو مسويه ولا شيء صح؟ لا مو سالفة احب، لا احب تعديلات طبعا. أيه؟ انت عمر وحركة وكاميرات واضاءة وميك اب، نحتاج رتوش يعني. انت كم عمرك منى؟ يعني شوي ها 37 ها ها ها. زين ليش ترددتي في لا كنت بعد الاشهر بس. عدت يوم عدل؟ ايه حسيت مفدل. 37 ها كم يوم؟ 37 ان شاء الله. العمر كله ان شاء الله، العمر كله يا رب. وايضا بي دي لينس يقدم لك جلسه تصوير فوتوشوت وفيديو، ويعني وهم شباب من احسن الشباب المصورين عندنا بالكويت، سليمان الشيباني وحسين الفليتشاوي. نعم والله. كلنا اليوم قبل لا نبتدي مع الناس بالعافية. الله يعافيك، لذيذ. مطعم حبابة جايب كل الأكل هذا، مطبق زبيدي. ها ما شنو برياني؟ إيه دياي، أنا قاعد أكل منه. ويريش وكباب وكل هالسوالف. تطبخين أكل كويتي؟ وشنو تطبخين بعد؟ وأكل مصري. وإيطالي. احسك قلتي لي اكل مصري، يلا خلصني. بتقول الحين اكل مصري؟ اي انا اطبخ اكل مصري. اي اطبخ اكل مصري. لا قصدي ان اليوم جبنا سيرة مصر وايد. واي انت ما ادري ايش فيك اليوم على مصر.
لا بالعكس، احنا ما نستغنى عن مصر، وانا احب مصر، معني ولا مره زرتها. معقوله؟ معني عندي وايد اصدقاء مصريين بس ولا مره. خلاص السفره الجايه مصر لازم نروح مع بعض عشان اشوف الاهرامات، عشان اوديك كل الاماكن السياحيه. ترى صدق انا ودي اني اشوف الاهرامات، وجميله الاهرامات صدق، يعني اذا انت تحب التراث والسوالف هذه وايد راح تجوز لك. يعني لما تنزلين مصر يفكرونش كويتيه؟ مو شرط كويتيه، يعني خليجيه. عرفت؟ ما مستحيل يقولون مصري يعني. انزين ايش كثر تعتبرين نفسك جميله؟ كم بالمية يعني؟ 75. وشنو اكثر شيء تحبينه بشكلك؟ عيوني. واكثر شيء ما تحبينه؟ خشمي. لا ما في شيء. ما احبه، ما احبه. مفكرة تسوينه؟ إذا خلينا نسمع أغنية. نسمع أغنية. يلا. يلا. سمعيني. لا أنا أغني؟ إيه علشان نسمع أغنية. ما أدري عبالي بتحط لي. عبالي قاعدين في مطعم. عبالي قاعدين. ما أدري والله، عبالي أحد بيشغل لنا جيتار. أنا ودي ودي أحس شيء صوتك غريب. ما أدري إذا حلو ولا لا بس. مو حلو. أحس إني راح أسمع شيء. صدقني مو حلو، كان حلم إني أصير مطرب بس مو حلو. إحنا نحقق لك هذا الحلم من خلال سندريلا. مستحيل. انت لو تجيب حتى استوديو ومحسنات صوت ما ادري شنو يعني، بس مستحيل. يلا شوف انا اسولف مستحيل. لا صوتك وانت تسولفين نايس. نايس. انت اشتغلتي مذيعه فتره صح؟ لا ولا مره؟ اوكي. بالاذاعه كم حلقه مع قمنده من زمان. ايه؟ يلا ما اعرف اختار. يلا يلا ما اعرف. لا لا شنو يلا مسوي شيء يعني؟ يلا شنو هذا؟ يعني منتبه لك. لا يعني مو انا قاعد اكل. يلا يلا عشان نروح الفقره الجايه. والله اول شيء مو ببالي اغنيه، ثاني شيء صوتي لا مستحيل يصير فيه حرام إغنية. والله العظيم مطربين راح يزعلون. ما حد راح يزعل، تسمع في اصوات ترى مو اوكي. مالي شغل بس راح يزعلون، والله راح يزعلون. عيب، لا تحرجني. انا غنيت محمد علي رود ترى. يلا بس اغنيه قديمه وحفظوني اياها اليوم. ما اذكر والله شنو كانت هي. عنيدة؟ مو عنيدة والله، مو متذكرة شيء. إنزين ذكرني يلا بغني، عناد فيك بغني. ما شفت أنا الأغنية وأنت تغنينها. مو هذه، قول أي أغنية على بالك. تحبين نوال؟ إي بس وايد صعب أنا أغني حق نوال، حرام عليك. إنزين أنت يوم جبت لي شيء صعب. سكر محلي وكريمة؟ بعد مصري مكسر. ما أدري، أنت أخبر بنفسك يعني. شنو نغني؟ والله والله لا 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 خلاص مشيها عنيدة. عنيدة؟ روح الفقرة الثانية. عندك في أغنية اسمها عنيدة. لا لا مشيها عنيدة وروح الفقرة اللي وراها. يلا كملي أكلك. بس بالعافية خلاص. الله يعافيك. شكراً أكرمكم الله. لا بالعافية. الأكل وايد لذيذ والمطعم وايد لذيذ. نعم تحياتنا حق حبابة. إي تحياتنا حقها. حتى هم اللي جايبين اللبن. كل شيء. لذيذ. حتى الصحون. صدق؟ طريقة جديدة بالتقديم ترى. يعني هو. يعني أول مرة أشوف مطعم شي يقدم. إيه. مختلف هو. هذا شو سندريلا؟ قلت مقاسك 38 ها؟ تغيره والحريم. تري انا كم مقاسري لي؟ او ماي جاد هذا مستحيل صغير. خلينا نشوف. 6 مستحيل يدش. انسى 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 خلاص صغير. حلو انك اقتنعتي. ساعات في ضيفات الا تبتلبسه صغير نفس خوات سندريلا. زين ما يصير اخذه ذكرى؟ لا طبعا يصير اكيد، بس هو يعني كانك قاعد تاخذين شيء مو لك. لا ما احب شيء مولي. لا انا مو على مو على يور بس حلو حلو يور سايز. احنا تقريبا وصلنا للختام يا منى، ودقيقتين تقريبا بتصير الساعه 12 اللي هو خلاص يعني وقت سندريلا يكون لازم ارد البيت يكون خلص وتردين البيت. فنشكر كل من ساهم في نجاح هذه الحلقه. انا احب اشكر مصممه الازياء وفاء المطيري اللي سويت لي اليوم اكشخ لبس جميل جدا وايد عاجبني. انا اعترف مع احترامي يعني لكل اللي سووا لي ان هذا احلى لبس تحت الحين لبسته. جميل ما شاء الله وايد حلو. ونشكر طبعا المبدعه نجوى الفضلي. ايه لون بنفسجي اخيرا حبيت اللون بنفسجي، كان عندي عقده معاه. صحيح. وصالون بوفارديا، وايضا نشكر الهير ستايلست والميك اب ارتست علي عون، وايضا الارت دايركتور دكتور علي بن حسين، وكل من ساهم في نجاح هذه الحلقه. اوكي. انت ليش ما مو راضيه تعترفين او تقولين ان انت الحين تعيشين
أو حالياً تعيشين قصة حب. ليش مو راضي تقولين؟ دائماً دائماً الفتيات والنساء الجميلات يعني ساعات يكونون أحياناً كثيرة دبلوماسيات، ولكن حياة الإنسان قصة، وهو بطلها لازم يعيشها بكل ما فيها من واقع وخيال. الساعة 12 هي نهاية قصة سندريلا الليلة. راح أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم مع تفاصيل جديدة وسندريلا جديدة. ليلة سعيدة.